أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما قولكم في هذه الأبيات: فلما توارى ركب يحيى مسافرا إلى الحج استغثت مناديا: أيا شيخ أدركني فإني من الجوى أكفكف دمعي من فراقك باكيا. إذا كان قصده الاستنجاد للشيخ والاستنصار بالشيخ هذا شرك، أما إذا كان قصده التوجد عليه وغيابه وأنه يحبه هذا لا يكون إن شاء الله لا يكون شركا، إنما هذا من فنون الشعر. نعم.